أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحصة من التغطية المباشرة والمفتوحة من قناة المغربية لحراك الشعب الجزائري الذي دخل شهره وتجاوز شهره الثاني وبقي مستمرا، بقي محافظا كذلك على سلميته، سلاحه الوحيد التماسك، المواصلة والإصرار والسلمية. هذا السلاح هو الذي يبدو أنه أفشل كل المخططات التي حيكت ضد هذا الحراك، وما زالت طبعا تطورات المشهد السياسي ربما يطغى عليها حراك الشباب في الشارع، مواقف قيادات سياسية وعسكرية، وكذلك طبعا المناسبة الأليمة، مناسبة فقدان أحد مجاهدي الجزائر وأحد مفكريها وسياسيها ونشطائها الذين كان لهم أثر داخل الجزائر وخارج الجزائر، ليس فقط في العالم العربي والإسلامي بل حتى في العالم الغربي، خاصة في دراسات وكتب كتبت حول الحركة الإسلامية. كان للشيخ المرحوم بإذن الله الشيخ دكتور عباسي مدني الذي انتقل إلى جوار ربه بالأمس، كان له ولرأيه ولحركته كان له حضورا. فكذلك ما زالت هذا النبأ الأليم ما زال يسيطر على كثير من المتابعين وكثير من المعلقين وكثير كذلك من الفاعلين، لأنه فعلا خسارة منيت بها الجزائر في هذا الوقت. لكن ربما العزاء الكبير هو أن الحراك، أن الرجل مات وقد رأى بوادر ما ربما بذره هو وثلة كبيرة من المناضلين الصادقين في الجزائر على غرار أحمد بن صالح، حسين أيت أحمد، وعلى غرار كذلك عبد الحميد مهري وغيرهم من هؤلاء الرجال العظام الكبار الذين سطروا تاريخ الجزائر بصبرهم وبجهادهم، سواء ضد الاستعمار الفرنسي أو ضد مخلفات الاستعمار الفرنسي، الدولة التي جاءت أو المنظومة التي جاءت بعد ذلك. فواضح أن هناك تفاعلا كبيرا. قايد صالح بعد خطاب يعني شكك فيه وهدد فيه الحراك، وتحدث مرة أخرى في على الفوضى، حذر من الفوضى، حذر من العنف، لام الأحزاب والشخصيات السياسية على عدم مشاركتها في ندوة عبد القادر بن صالح، تلك الندوة في القاعة الفارغة التي لم يحضر فيها إلا وجوه غير معروفة قطعها الجميع، ندد بهم، اعتبرها تلك الندوة فرصة ضائعة. كذلك ندد بالشباب الذي طرد بعض الوزراء كرد حضاري دون المساس بهم ودون تعنيفهم ودون تسميعهم حتى كلام سب أو شيء من هذا، فقد طلبوا منهم الرحيل ولكن بكل قوة أن يرحلوا. هذا حصل مع مسؤولين كثيرين. القايد صالح كانت في رسالته الأولى تنديد كذلك بهذا الموقف اللي هو في نهاية الأمر موقف حضاري، أن الإنسان يطرد مسؤول غاضب عليه ولكن بالشكل وبالأسلوب، هذا ما ليس ممنوع أن يحصل حتى في أوروبا هذه التي يضرب بها دائما المثل، يطرد مسؤول مرؤوسيه لا يرضون عنه. لكن وقع فيما سماه البعض تدارك في رسالة التي بعدها، قال أنه قايد صالح دائما الحوار سيبقى مفتوحا والاقتراحات كذلك مفتوحة. ربما من حول القايد صالح ربما نبهه على خطورة ذلك الكلام الأول، ذلك على خطورة رد الفعل على الرسالة الأولى، فهناك نوع من التدارك. لكن الشعب الجزائري منتبه، وهذا التدارك ربما يضفي مرة أخرى نقاط إضافية استفهامية على أداء، على دور القايد صالح. البعض يقول هو من يدير البلد وبالتالي يستطيع أن يقدم وأن يتفاعل مع الأحزاب ومع الشارع وأن يلبي، لكن هذا مطالب الشارع، لكن هذا لم يحصل إلى حد الآن. كذلك على المستوى السياسي اليوم أحزاب المعارضة في اجتماع مطول اتفقت على جملة أشياء، أهمها ربما تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى
التغيير مفتوحة على كافة الفعاليات، فعاليات المجتمع الجزائري. سنرى تفاعلات وردة فعل حول هذا المقترح. للتعليق إذن على الوضع الجزائري والاستعداد للجمعة العاشرة غدا، والمتوقع أنها تكون مثل التي سبقتها على الأقل تاسعة إن لم تكن أكثر عددا وحرصا. معي الأستاذ سليمان حميطوش المنسق الوطني لتنسيقية عائلات المختطفين معي من الجزائر، ومعي كذلك الأستاذ مصعب الجزائري الكاتب الصحفي والباحث. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. سيد سليمان حميطوش، أبدأ معك هذا الجزء وأسألك عن ردة فعلكم أنتم كتنسيقية مختطفين، يعني أكثر الناس من أكثر الناس الذين تضرروا من العشرية السوداء، آلاف ربما 17,000 مختطف مختفي إلى حد الآن لا يعلم مصيره، أنتم كذلك عانيتم كثيرا، والحراك أعاد الأمل في نفوسكم ونفوس الجزائريين مرة أخرى. أسألك بداية عن موقفكم أنتم من هذه المناسبة الأليمة، أعلم أن لك تعزية تريد أن تقدمها، تفضل لك الخط. أولا السلام عليكم. وعليكم السلام. نقدم تعازينا كتنسيقية وطنية لعائلات المختطفين بوفاة شيخنا وأبونا الشيخ عبد المدني. إننا اليوم مفجوعون، نرى في الرجل المجاهد والشهب الذي حارب الاستعمار من أجل أن تعيش الجزائر حرة وديمقراطية، ولكن للأسف نرى بلي العصابة المتحكمة في زمام الأمور تحرمه حتى بدخول الجزائر غدا وتتركه ليوم السبت. نقول لهذه العصابة، كيف لا تترك لمجاهد حرب الاستعمار أيام الثورة التحريرية وحرر الجزائر وهو وإخوانه المجاهدين والشهداء، التحرمه ليس بل العصابة الذي يتحكم في زمام الأمور من أجل أن يدخل للجزائر. ذلك الأب وذلك الرجل الحنون الذي عرفناه حقق انتصارا كاسحا في سنة 90 أيام الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فكان رجلا شريفا محبا لشعبه ولوطنه. نقول لهم عندما تتركوا له، لماذا لم تتركوا له يزور الجزائر؟ لماذا هجرتموه؟ لأنه هو كان مخلصا وكان محبا لشعبه ولوطنه. نقول لهم عندما مات تمنعونه أن يدخل الجزائر يوم الجمعة فسنكون إن شاء الله بالملايين يوم السبت. أريد أن أشيع شيخنا وأبونا الذي حرر الجزائر. أما فيما يخص إننا اليوم لا محزونون على فراقه، فحرب الاستعمار وجاهد الاستعمار وتأتي العصابة وتعذبه وأزلام النظام الفاسد. كبرانات فرنسا يعذبونه أشد التعذيب في سجل بوليدا وهو وإخوانه أمثال علي بالحاج وعلي جدي والقائمة طويلة من المخلصين. نقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل، إننا نلتقي يوم الحساب عند الله تعالى. لا نستطيع اليوم أن ننسى رمز من رموز الجزائر، أبو الكفاح، أبو الثورة، أبو الاستقلال، أبو الجزائريين والجزائريات. نعم. كلهم إننا اليوم محزونون لفراق شيخنا وأبونا عبد المدني. نتمنى من الله عز وجل أن تكون الجنة مثواه هو وكل شهداء الجزائر. أمين. نسأل الله أن يرحمه هو وكل الشهداء كما ذكرت أستاذ سليمان. ابقى معي، سأعود إليك أستاذ مصعب الجزائري، أرحب بك مرة أخرى وأسألك إذن عن هذا حراك الذي يستعد غدا
لجمعته العاشرة، كيف تتوقع ردة فعل الشباب، الشارع، الجزائريين بصفة عامة على الرسائل التي وردت خلال هذا الأسبوع، خاصة رسائل القايد صالح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر قناة المغاربية على إتاحة هذه الفرصة للتعريج على الواقع العام في إطار الانتفاضة الشعبية الجزائرية التي خلفت ردود أفعال وطنية ودولية على حد سواء. أعزي الأمة العربية والإسلامية على أثر فقدان واحد من أعلامها، ألا وهو الشيخ الدكتور الفاضل عباس المدني رحمه الله، الذي نسأل الله قبيل أيام من رمضان المعظم أن يسكنه فسيح الجنان بدون حساب ولا سابق عذاب. بالنسبة للحراك الشعبي، نحن نعتبره مبادرة شعبية متأصلة في شعبنا الجزائري العظيم، الذي لطالما نادى باستقلال الوطن من براثن الاستدمار الغاشم سابقا في إطارها العسكري، والخلاص من براثن أو بقايا الاستدمار من خلال بعض المسؤولين الذين يمثلون السيادة اليوم في ظل القوانين الجائرة وصياغة معظم الدساتير على مقاطعها. الجمعة العاشرة غدا ستكون بحول الله من بين الجمعات المؤثرة والتي سيشهد بها العالم، خاصة وأن الجيش مؤخرا وفي خطابة الجايد صالح جدد بطريقة أو بأخرى التزاماته بالوقوف لجانب الشعب وتطبيق العدالة على كل رؤوس الفساد، خاصة وأننا شهدنا مؤخرا الإطاحة بأسماء نافذة والموجودة حاليا في قفص الاتهام من رجال أعمال وبرلمانيين ووزراء سابقين، إضافة إلى جنرالات عسكرية عاثت في الأرض فسادا ووصل بهم الأمر إلى تبديد السلاح وبيع الذخيرة والمتاجرة بحقوق العسكريين البسطاء. إذن في هذا الصدد نقول بأن المؤسسة العسكرية مؤخرا، وهذا واجبها والتزامها الوطني الذي يطلع به القائد صالح حاليا كقائد الأركان بإطلاع المواطنين دوريا على كل مجريات الأحداث والاطلاع بالدور الهام على الحرص على الوقوف بجانب الشعب ومرافقة الأمة في كميتها وفتح العدالة لكل ملفات الفساد بدون هوادة وبدون استثناء ومحاسبة هؤلاء الذين يعني عاشوا في الأرض فسادا. طيب، لكن أستاذ ابقى معي، مصعب سأعود إليك بعد قليل. أستاذ سليمان حميطوش، فيما يتعلق إذن بهذا الحراك على هذه المنظومة، حقق بعض مطالبه إلى حد الآن، أسقط عبد العزيز بوتفليقة، أسقط رئيس المجلس الدستوري بالعيز، وربما القائمة قد تفتح مرة قريبا لشخصيات أخرى، لكن أنتم كتنسيقية عائلات المختطفين كنتم أكثر الناس من تعرضوا للضيم، للظلم، للتنديد، للتنكيل أثناء هذه الفترة كلها في كل مرة تنزلون. هل الحراك الآن فعلا أعاد إليكم مرة أخرى الأمل في أن تجدوا على الأقل جوابا للمفقودين، لهؤلاء المختطفين 20 سنة ولا جواب؟ فقدناه، نعود إليه مرة أخرى. مصعب الجزائري، أعود إليك فيما يتعلق بلقاء المعارضة اليوم، يعني فيه دعوة إلى تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير لا يستثني أحدا، هل تتصور أن هذا قد يكون فعلا حلا لهذه الأزمة التي تراوح الجيش من جهة، الشعب وكذلك المعارضة من جهة أخرى، وليس هناك طريق يجمعهم غير الشعارات التي عنوانها احترام مطالب الشعب الجزائري؟ بقيت شعارات ولم تتحول، خاصة ممن يحكم الآن، ممن بيده السلطة، لم تتحول فعليا إلى واقع. مطلب المعارضة الآن أو اقتراح المعارضة، هل يسد هذه الهوة بين الطرفين؟
ستحاول الخروج بحلول وطنية سلبية لمطالب الشعب. نحن نعلم أنه يوم الاثنين الماضي فشلت ندوة المشاورات السياسية لحل الأزمة الراهنة في الجزائر بعد مقاطعة شبه شاملة لها من قبل الأحزاب السياسية والتيارات، فيما غاب رئيس الدولة نفسه عبد القادر بن صالح الذي دعا إلى مثل هكذا مشاورات تزامنا مع بدء الحديث وتداول بعض الأخبار عن تقديم استقالته لتسهيل مهمة الجيش في تقديم مقترحات حل سياسي ينهي الأزمة. المعارضة حاليا ما يعاب عليها هي عدم التفافها على مطالب الشعب بشكل كامل، رغم المساعي المختلفة والمتعددة للنهوض بكل قطاعات الدولة وللإطاحة برؤوس الفساد والعمل على الوصول بالجزائر إلى مصاف الدول العظمى. هذا الشيء لحد الساعة يبقى مجرد شعارات يعني للالتفاف نوعا ما وبحد نسبي على إرادة الشعب ورغبة في الاستفادة من بعض امتيازات السلطة على غرار بعض الحقائب الوزارية من بعض الأحزاب السياسية التي كانت تنادي بطموحات الشعب وبأهدافه، إلا أنها رضخت في كثير من المحطات التاريخية التي يعني سيشهد لها التاريخ لاحقا. إذن العمل على تشكيل لجنة وطنية للوصول إلى حلول توافقية هو أمر ضروري وأكيد في ظل هذه الانتفاضة الشعبية أو الحراك المطالب برحيل كل رؤوس ورموز النظام البائد والفاسد، وصح أيضا ببعض يعني من رجال الأعمال والوزراء السابقون والمتواطئين. طيب شكرا لك أستاذ مصعب الجزائري الكاتب والباحث، كنت معي من الجزائر. سيد حميد دراج الناشط في المجتمع المدني من تيزي وزو معي عبر الهاتف، مرحبا بك أستاذ حميد. أسألك عن الاستعدادات لغدا الجمعة العاشرة، كيف تستعدون؟ هل هناك شعارات جديدة؟ هناك مستجدات حدثت في بحر هذا الأسبوع، ما هو ردكم عليها غدا؟ مساء الخير أخي سمير، السلام عليكم. مساء النور. نعم كالجمعة السابقة ستكون هناك إن شاء الله ضمن كذلك مسيرات أخرى لدائم الشعار هو ذهاب رموز الفساد، ذهاب هذا النظام، لأن قيادة الأحزاب نرى بأن هناك أشياء حقيقة مغمومة، يعني نرى بأن رئيس قيادة الأركان ونائب وزير الدفاع نرى بأنه يلعب دور رئيس الدولة، نرى بأن في البلدان عندما تكون أسماء يكون هناك كذلك نظام مدني، يكون كذلك مدنيين ربما يشاركوا فيه، ولكن عندما نرى أن فرصات من البول من الشعب الجزائري، عندما نرى تدويل كوزير أول من فوز كذلك من الشعب الجزائري، وكذلك هناك كذلك قضيه الكفاءه، وكذلك تدوي ان عندهم كفاءه سياسيه، هذه الاشياء كذلك ما نرى ربنا ان شاء الله ما نطالب به هو ان كل رموز العصابه لابد ان تكون تحاسب. لماذا؟ لان ما نرى اليوم عندما نرى رجال المال مثلا يحاسبون، ولكن هؤلاء رجال المال هناك موظفين في الدولة في نظام العصابة، نبدا برئيس الجمهورية او برئيس العصابة القدسية يعني حتى نصل الى الوزراء وحتى نصل الى الولاة وكذلك رؤساء الدواعي، هؤلاء لابد اليوم محاسبة هؤلاء الموجودون كانوا طيب. موجودون في مناصب الدولة. نعم سيد حميد، كانوا سبب هذا الفساد. نعم ابقى معي أستاذ حميد، سأعود إليك بعد قليل. ينضم إلي كذلك الأستاذ فتحي المسعودي المحلل السياسي التونسي معي هنا في لندن عبر الهاتف، مرحبا بك أستاذ فتحي مسعودي. يعني سؤالي لك كسؤال لكثير ممن تدخل من غير الجزائريين طبعا حول هذه المناسبة الأليمة، وفاة الشيخ الدكتور عباسي مدني، ماذا تريد أن تقول بالنسبة يعني بمناسبة هذه الفاجعة؟ أهلا وسهلا أخي سمير، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا أعزي أولا عائلة الشيخ الدكتور الداعية المربي المجاهد
عباسي مدني، وعزي عائلته وعزي زوجته وعزي كل أحبائه في كل مكان في العالم. والله الحديث عن الشيخ عباسي مدني حقيقة يعني يعجز اللسان عن الحديث علي حديث عنه في دقائق، ولكن ماذا أقول؟ أقول أن هذا الرجل يعني فلتة من فلتات زمانه في هذا الزمان. حقيقة هذا الرجل جمع بين أمور عديدة، الرجل جمع بين العلم والعمل، جمع بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي. الرجل تعلم العلم الشرعي في بدايته، الرجل جاهد بنفسه وكان يقود مجموعة في عهد الاستعمار وسجن 7.5 سنين. أنا متأكد أنكم تحدثت على هذا الأمر، ولكن أيضا هذا الرجل مفكر، هذا الرجل فيلسوف، هذا الرجل له ماجستير في الفلسفة وعنده دكتوراه في الجزائر في التربية، وعنده دكتوراه أيضا من أوروبا من بريطانيا في التربية المقارنة، والرجل يتكلم عدة لغات. يعني هذا الرجل في زمانه لم يكن مثل هذه الأمور يعني تحدث حقيقة، ولكن هذه أمور كانت تتوفر لهذا الشيخ. هذا الشيخ عندما نتحدث عنه نحن كتونسيين حقيقة، أنا أتذكر لما تأسس الجبهة الإسلامية المنقاذ، ويعني كانت ردة يعني ارتداداتها كانت في تونس حقيقة، ويعني كنا مستبشرين خيرا بهذا الأمر. الجبهة الإسلامية للإنقاذ تأسست في الجزائر التي عاشت 132 سنة في ظل التغريب وفي ظل استعمار صغير حقيقة، من أبشع الاستعمار في يعني على مدار التاريخ حقيقة، ولكن مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ ظهر هذا الشعب. وكانت تتردد دائما أقوال عبد الحميد بن داديس، الشعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حال عن أصله أو قال مات فقد كذب. لم يمت الشعب الجزائري، والجبهة الإسلامية المنقاد عندما تأسست يعني أخرجت لنا هذا الشعب الطيب طينته الحقيقية التي سعى الاستعمار وأذناب الاستعمار وجنرالات الاستعمار أن يبرزوها. ولما تأسست الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الشيخ عباسي مدني هو الذي سماها للإنقاذ، يعني سماها للإنقاذ بأنها كما قال وذكر الآية، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فإذا هي جبهة إنقاذ، وجبهة لأنها يعني تجمع، وإسلامية لأنها إسلامية، لأن الرجل في أصل تكوينه مع العربي الهندي. العربي الهندي يعني أيضا كان إدرساني معا العلم الشرعي، وهذا الرجل كان دائما الإسلام يعني في عقله وفي دعوته وفي واقعه. وأنا أتأسف أن الكثير من الجزائريين وربما الغالبية من الشباب الجزائري لا يعرف عباسي مدني، لأنه عباسي مدني منذ 30 سنة غيب تقريبا، منذ 30 سنة غيب وشوه لدرجة أنه قالوا أنه زوجته ليست جزائرية، هي ألمانية، ولزوجته من بوسعادة يعني من مدينة العلم حقيقة. ولكن عندما أقول الشيخ عباسي مدني يقول نحن كتونسيين لما ضاق بنا الحال في تونس والتجهنا إلى الجزائر، حقيقة كان عندما يستمر التونسيين يقول لهم هذا البلد بلدكم ونحن أخوانكم، وكل ما تحتاجونه نحن موجودون هنا. وكنا عندما نذهب ونتنقل كانت أخباره تسابقنا، يقولون لنا لقد أوصى الشيخ عباسي مدني وعلي بالحاج أيضا أوصوا بكم خيرا بأن نعتني بكم، فكانت تفتح لنا الأبواب في كل مكان، ولم نكن نجد ضائقة مالية حقيقة، ولم نجد مشكلة في السكن، لأن الشيخ عباسي مدني كان حقيقة كان يعني يرعانا، يرعى هؤلاء التونسيين حقيقة الذين هربوا من جحيم بن علي في تلك الفترة. بل أكثر من ذلك، أنا أتذكر أنه في مجموعة تقريبا من حوالي 9 أشخاص من التونسيين لم يكن عندهم جواز السفر، وكانوا في مدينة وأعلمت السلطات التونسية بذلك، وزارهم السفير التونسي وكانوا مهيئين للتسليم إلى تونس، والله يعلم ماذا كان سيحصل لهؤلاء الذين فروا بدينهم من تونس. التدخل لما علم الشيخ عباسي مدني تدخل لدى وزير الداخلية في تلك الفترة الجنرال العربي بالخير، وقال له لا يمكن أن تسلم الجزائر، هؤلاء الشباب من الشعب التونسي الذي يعني آوانا وقت المحن وجاهد معنا. فما كان من عربي بالخير إلا أن أطلق سراح هؤلاء الشباب وغادروا الجزائر حتى بجوازات مزورة حقيقة. الشيخ عباسي مدني رجل
يعني الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي جبهة كما قال هي جبهة شعبية، هي جبهة متجهة للشعب. نعم. هذه الجبهة حقيقة أنا أتذكر في أواخر 1991 وكنت حاضرا في الجزائر في ملعب 5 جويلية، يعني قبل بداية الانتخابات الدورة الأولى من انتخابات 1991 21 ديسمبر، وكنت حاضرا في ملعب 5 جويلية وكانت المجالس تهتز عندما يطلع الشيخ عباسي مدني. كانت أركان الملعب عندما يخطر الشيخ عباسي مدني وكانت الأصوات تنادي يا عباسي يا علي يا عباسي والجبهرة يا علي يا عباس والجبهرة هي لباس. ولكن للأسف الشديد أبناء فرنسا جنرالات المجرمين لم يريدوا لهذه الجبهة أن تستمر وأن تبقى، وإنما بعد 3 أسابيع فقط كان الانقلاب وكان استقالة المجديد وكانت السجون وكانت ردان وكان حاسب من حاسب مسعود وسجون الصحراء. ولكن أنا أقول لو كان الشيخ عباسي هذا المجاهد الذي جاهد الاستعمار وجاهد المستبدين حقيقة بلسانه وقلمه وسياسته وحزبه، لو كان هذا الرجل متطرفا أو إرهابيا لما يعني حكم عليه في 1995 ثم أطلق سراحه بعد سنتين. واضح. هذا الرجل كان يقول الشعب الجزائري هذه كلمة أخيرة أقولها كان دائما ينادي بالسلمية وكان دائما يثق في كلامه، يثق بأن هذا الشعب قادر على أن يهز أركان هؤلاء الظلمة في هذه اللحظات خاصة. وأنا أقول الكلمة الأخيرة، هذا الرجل كان مجمعا، الجبهة الإسلامية جمعت كثير من يعني من التيارات، جمع الجبهرة والسلفيين أنا أتذكر في مرة واحدة فقط هذه الكلمة أختم بها، أتذكر أنه كان في مؤتمر صحفي وكان علي بالحاج شابا متحمسا، كان دائما يعني علي بالحاج في تلك الفترة حقيقة يعني مثل ما هو الآن، أعتقد أنه لم يتغير شيخ علي بالحاج. كان علي بالحاج كان يرفض أن يلتقي بالصحفيين لأنه كان يعتبرهم منافقين وكذابين، ولكن عباسي مدني كان دائما يقبل الجميع. وهذا الرجل شكرا شكرا أستاذ فتحي المسعودي، نكتفي بهذا القدر. المحلل السياسي التونسي كنت معي من لندن عبر الهاتف. مشاهدي الكرام، نعود للحديث على هذا الحراك وردة فعل الجزائريين على من يمثل هذه المنظومة، لأنه من يمثل منظومة بالنسبة للجزائريون هم أولئك الذين يريدون الانقلاب على مطالب هذا الشعب وعلى هذا الحراك. نتابع ما حدث في سعيدة مع وزير السياحة ثم نعود. كان هذا وزير السياحة طرد من سعيدة، ولكن تابعتم وشاهدتم فقط عبر الكلمة والطرد، لا حجارة لا عنف لا سب لا شتم، لم يحصل شيء من هذا. وهذا مرة أخرى كما حصل مع آخرين، مرة أخرى تعبير على حضارية وثقافة ووعي هذا الشباب. سليمان حيطوش، أعود إليك، المنسق الوطني لتنسيقية عائلات المختطفين. كنت سألت قبل الانقطاع عن الأمل الذي عاد إليكم عبر حراك الجزائريين، هذا الحراك أعاد إليكم الأمل في أن تجدوا على الأقل جوابا على هؤلاء المختطفين بالألاف الغائبين والذين لم تجدوا لهم جوابا. أولا الأخ سليم، نعم متفائلين جدا، لأن بعد ما كانوا عائلات المختطفين يناضلون أكثر من 25 سنة وحدهم في الشارع، أصبحت اليوم هبة جماهيرية من كل ولايات، من 48 ولاية حتى في الجالية الخارج في كندا في أمريكا في بريطانيا في كل دول العالم. الحمد لله، نحن جزء من هذا الشعب، وإن شاء الله تتحقق الحقيقة والعدالة بعد مرحلة انتقالية. اليوم إننا متألمون، و
حزنانين عن ذهاب أب الكفاح، أب النضال، أب الديمقراطية. أب هو شيخنا عباس المدني. هذا الرجل الشريف الذي تحققت كل شيء فيه من أب للكفاح، أب للوطنية، أب للعلم، أب للكفاح. تأتي أزلال، يأتون عصابة التي متحكمة في زمام الأمور، لم تترك رمز من رموز الجزائر الذي كفح إلى جانب محمد بن وداد إلى ديدوش مراد الذي كان صديقهم، تأتي اليوم ويقول بأن الأوامر أعطيت بعدم إيتاء بالجثمان غدا. من أعطى الأوامر؟ نرى بأن من أعطى الأوامر في هذا الوقت بالذات لا توجد هناك لا حكومة ولا دولة ولا أي شيء من هذا القبيل. الذي أعطى الأوامر بعدم مجيء بالجثمان غدا هو القايد صالح، لأن القايد صالح هو الذي المتحكم في زمام الأمور. والشعب الجزائري، الشعب الجزائري يطلب الباءات الأربع ذهبها من هذا الحكم. واضح. ذهب مسوي، ذهب طيب أستاذ، ذهب أستاذ سليمان. نعم. أستاذ سليمان أنا أشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا وعلى الإفادة وهذه الشهادة التي قدمتها سليمان حميطوش المناسق الوطني لتنسيقية عائلات المختطفين، كنت معي من الجزائر، شكرا جزيلا لك. أستاذ حميد دراج، فيما يتعلق إذن برأيك أنت كناشط في المجتمع المدني حول الرسائل التي أرسلها القايد صالح الأخيرة هذه خاصة، والتي قال البعض أنه تدارك فيها الرسالة الأولى قبل يومين، التي كان فيها تشكيك وتحذير من عنف وهجوم حتى على الشباب الذين يطردون بعض المسؤولين إلى غير ذلك. الآن عاد يقول أن هناك إمكانية حلول وأن كل حلول مقبولة وأنه لابد أن يقع تفعيل الاقتراحات وأنه لابد من الخروج من هذه الأزمة التي كما سماها. ما قراءتك في هذه المواقف؟ مرة يقول شيء ثم يتراجع عنه، هل يؤكد هذا أن هناك مراجعة مستمرة لمواقفه وللمحيطين به، أم كما يقول البعض هناك ليس إلا تلاعب ما يحصل، ورقة تلقى يختبرون ردة فعل الجزائريين ثم يتداركون، وهكذا وهو نوع من أنواع محاولات المتواصلة للالتفاف على مطالب الحراك. نعم، شكرا أخي سمير. تسمحوا لي أن أعزي عائلة الشيخ عباس المدني ربي يرحمه، وكذلك كان أعزي عائلة الشاب رمزي الذي نعم بسبب عندما كان يشارك في مسيرة الجزائر العظيمة ربي يرحمهم جميعا وربي يرحم كل موتى الجزائريين. نعم، ما قلته نعم، ما نقول أولا نحن ماذا نريد كمجتمع مدني، كمدنيين، كسياسيين؟ ما نريده هو لابد أن دور المؤسسة العسكرية. ما هو دور المؤسسة العسكرية؟ هن حتى الدستور ينص على هذا، لابد من العسكرية يكون في فتنات، ولا هذه قوانين ثانية. المؤسسة العسكرية هي تساعني الوطن، هي معناها نصوص في الدستور. هذا هو احنا ما نريده. نريد ان المدنيين هم الذين يخاطبون الشعب، نريد ان يكون المدنيين هم الذين يعطون اقتراحات. فعندما نرى نقول بكثره انسان ك ك ك كرئيس الدوله بن صالح لو عنده ذره من الكرامه لا استقال، لان الشيء الذي يجب ان يفعله بن صالح يفعله في مكانه جايد صالح. كذلك عندما نرى الوزير الاول كل هذه الازمه منذ شهرين لم يتكلم ولو بكلمه. اذا ما دور هؤلاء؟ اذا اولا ليس لهم كفاءه، ثانيا منبوذين، اذا اعتقد بانهم منبوذين من طاقه نعم واضح. وكذلك جايد صالح كل ما تكون هناك مسيره يكون هناك تفاقم، يكون هناك تفاقم عند جايد صالح. ما قاله هو انه يتدخل، واضح جدا ليست بصلاحيته. ثانيا يامر القضاء
واحد. شكرا شكرا أستاذ حميد، نكتفي بهذا القدر. حميد دراج ناشط في المجتمع المدني، كنت معي من تيزي وزو في الجزائر، شكرا لك. ينضم إلي لأمشى الكرام الشيخ الدكتور أحمد الريسوني الأمين العام للعلماء المسلمين في عبر الهاتف، انقطع الاتصال به، سنحاول التواصل مرة أخرى. السيد عبد القادر غازي الناشط الحقوقي من بشار معي، ورحب بك. أرحب كذلك بالأستاذ علي ضرار الناشط الميداني، والأستاذ رؤوف ملال القيادي النقابي، مرحبا بكم جميعا. لأتحدث بداية مع الأستاذ رؤوف ملال القيادي النقابي حول هذا الذي نتابعه أو تابعناه هذا الأسبوع. هناك ملفات بالجملة تفتح تسمى ملفات الفساد، البعض معها، البعض يعترض على بعض، يقول ليس وقتها، لأن وقتها عدالة انتقالية وبعد انتصار هذا الحراك. بداية، ما رأيك أنت وموقفك من فتح هذه الملفات مع هذه الشخصيات الذي يقال البعض أنها انتقائية وليست حقيقة إرادة حقيقية لمحاربة الفساد؟ ما تعليقك على هذا سيد رؤوف ملال؟ مساء النور. مساء النور، شكرا لكم على الاستضافة. أولا مساء الخير على كل مشاهدي قناة المغاربية. اسمحوا لي أولا قبل الإجابة على سؤالك أن أتقدم بتعازينا الخالصة لعائلة الشيخ عباس المدني الذي عانى من ويلات النظام هذا، من ويلات القمع، وما زال يعاني حتى بعد مماته من قمع النظام ومنعه، حتى في حق يعني في حق الموتى في 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 الدفن والراحة والمثول امام الرفيق الاعلى. نتمنى ان يسمح لعائلته بدفنه، نعم، والدعاء إليه مثل كل. طيب أستاذ رؤوف ملال، أستسمح منك بس أستاذ رؤوف ملال، سأعود إليك حتى لا ينقطع الاتصال مع الشيخ الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بك دكتور ريسوني، بهذه المناسبة الأليمة، وفاة وفقدان الشيخ الدكتور عباسي مدني، ما الذي يمكن أن تقوله لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة أتقدم أولا بالعزاء للأمة الإسلامية كلها، وليس فقط للشعب الجزائري أو لأسرة الفقيد، فهو فقيدنا جميعا وعلى درجة واحدة فقدته الأمة الإسلامية. والحقيقة أنها فقدت كثيرا من عطائه بسبب الظروف التي مرت بها الجزائر. فإذا أولا التعزية للأمة الإسلامية وللعلماء الذين فقدوا واحدا منهم، وللدعاة والمصلحين الذين فقدوا رمزا من رموزهم وقائدا من قادتهم ومفكرا من مفكريهم. وأقول إن الشيخ عباسي مدني كانت له حظوة كبيرة وخاصة عند الشعوب الإسلامية وعند أهل العلم وأهل الدعوة، ولذلك فنحن جميعا محزونون ومفجوعون بهذه الخسارة وبهذا الفقدان. ولكن ما جعلني ربما أعزي نفسي هو أن الشيخ عباسي مدني، الدكتور عباسي مدني رحمه الله، قد غادر هذه الدنيا بعد أن رأينا ورأى هو أيضا هذا الحراك الجزائري المتحضر السلمي الرشيد. أظنه أنه مات قرير العين بعد أن رأى الشعب الجزائري والشباب الجزائري بهذه الدرجة من الوعي ومن الوحدة ومن التحضر. فهذا مما يجعلنا نعزي أنفسنا أنه ذهب وقد رأى آثار رسالته وحراكه يتجسد في أبهى صوره وأرشد صوره، وأكثرها تحضرا وأكثرها وعدا بالأمل إن شاء الله. و
المواقف دكتورة التي تذكرها أنت وأنت في مجال الدعوة وكنت كذلك قريب وما زلت في مجال السياسة، ما هي أهم المواقف للشيخ الدكتور عباسي مدني، خاصة طبعا في عند تأسيس الجبهة في ثمانينات القرن الماضي والانقلاب على المسار الديمقراطي في تسعينيات القرن الماضي؟ نعم، ربما يظن الكثيرون أن الشيخ عباسي مدني بحركته وتأسيسه السياسي والدعوي في الثمانينيات من هذا القرن في طور جديد لجهاده، ربما يظنون أن ذلك كان قد انتهى إلى نكسة وفشل، ولكن كما قلت نحن نرى الأثر، أثر ما زرعه وببثه من أفكار ومن روح ومن عزة. فهذا حقيقة إذا نظرنا بهذه النظرة نقول إننا اليوم وإن الشعب الجزائري بصفة خاصة يجني ثمار ما زرعه الشيخ عباسي مدني وإخوانه قبل 30 سنة وأكثر. فإذا هذا حدث وهذا أثر كبير جدا يجب أن نعيه، لأن كثيرين يظنون أن الدكتور عباسي مدني قام بما قام به في وقت كذا ثم طويت هذه الصفحة واختفى إلى أن توفاه الله. لا، العباسي مدني رأى ورأينا ونرى الآن ثمرة وثمار ما زرعه، وهذا تحول حضاري كبير. فإذا الشيخ عباسي مدني هو ابن باديس الثاني في الحقيقة. فنحن إلى الآن، وأنا شخصيا علاقتي بالإخوة الجزائريين كبيرة وكثيرة جدا، وهذا شيء طبيعي، الجزائر فينا ونحن فيها، أقدر أن ما الآثار التي خلفها عباسي مدني هي تتمة وهي صفحة أخرى من صفحات ابن باديس. وكما قلت هو ابن باديس الثاني، رحم الله ابن باديس ورحم الله عباسي مدني. هذا أكبر، هذا تغيير كبير حضاري، وبعد وفاته سنشهد آثاره وبصماته في المستقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور الشيخ أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كنت معي من الرباط عبر الهاتف. أعود للأستاذ رؤوف ملال وأطلب منك المعذرة مرة أخرى، تفضل أستاذ، واصل ما كنت تذكره. شكرا لك. إجابة على سؤالك، يعني سؤالك حول ملفات الفساد التي أثيرت في هذه المرحلة الأخيرة، أنا نظن بأنه هي محاولة يائسة وبائسة للالتفاف على مطالب الشعب، لأنه الشعب قبل المحاسبة يريد أن يختار رئيس من سيادته، يعني باستعمال سيادة. الشعب لما خرج يوم 22 فبراير كان من أجل ممارسة سيادة، من أجل ممارسة سيادته، لأنه منع من ممارسة سيادته منذ الاستقلال. الشعب الجزائري لم يستفد إلا مرة واحدة من انتخابات شفافة ونزيهة، انبثقت منها خياراته الحقيقية. الآن الشعب الجزائري يريد تجسيد ذلك، ويريد اختيار رئيس يقوده ويقود البلاد إلى سكة الأمان، إلى سكة لا فساد، إلى مكافحة الفساد حقيقة، وليس بطريقة انتقائية. لأنه الشعب الجزائري لما خرج سعيد بوتفليقة مثلا، سعيد بوتفليقة كان ينتحل صفة رئيس الجمهورية وكان يصدر قرارات وتعليمات دورية باسم الجمهورية وباسم الشعب الجزائري. لماذا لم تتم محاسبته لحد الآن؟ لماذا يحاسب أشخاص ولا تحاسب أشخاص؟ أنا شخصيا لم أكن عضوا في أي إدارة من إدارات هذه الحكومة، وتمت متابعتي وإلقاء القبض عليا يعني منذ يومين بطريقة هوليوودية، بطريقة تعسفية، تبين بأنه هناك إرادة حقيقية للالتفاف على مطالب الشعب. يعني نفس الأساليب القديمة ما زالت تمارس يعني على النقابيين والنشطاء، وكأنه لم يتغير النظام، وكأنه هذا النظام لا يحس بأي ضغط شعبي، وكأنه قد تم الالتفاف تماما على الحراك، على مطالب الحراك الشعبي. نعم، وكأنه هذا الحراك قد أنتج
يعني الأهداف التي كانت مراد منها. طيب أستاذ روف ابقى معي ابقى معي، سأعود إليك لمواصلة الحديث. أستاذ عبد القادر غازي الناشط الحقوقي من بشار، أرحب بك من هناك جنوب الجزائر، وأسألك عن استعداداتكم غدا للجمعة العاشرة على التوالي مع هذا الإصرار والسلمية التي صاحبت كل الجمعات، كيف تستعدون ليوم الغد؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. تحياتي لكم أخ سمير وإلى طاقم المغرب والمشاهدين الكرام وضيوف الكرام. أولا تعزيتنا الأخوية الخالصة لأهل وذوي فضيلة الشيخ عباس مدني والأمة الجزائرية والعربية والإسلامية. نعم أخي الكريم، بشار هي نبض قوي في هذا الحراك الشعبي السلمي، وأود أن أقول بأن مطالب وإرادة هذا الحراك 22 فبراير كانت هي رفض العهدة الخامسة وتطالب بتغيير منظومة العصابات، لكن نحن نرى ونلاحظ لأن هناك تحايل وهناك غموض وهناك ضبابية، وكما تقول يقول المثل الحصان هو الذي يجر العربة وليست العربة التي تجر الحصان. نحن نريد تجسيد دولة الحق والقانون لأن بدونها لا يمكن أن نحارب الفساد، وعلى هذا نقول بأن ليست محكمة سيدي محمد لوحدها هي من تحارب الفساد، هناك عشرات محاكم في 48 ولاية، وليست العاصمة لوحدها هي من يحارب فيها الفساد، وإنما هناك 48 ولاية. نعم نحن جمعة مع جمعة نزداد إصرارا على تحقيق مطالبنا وإرادتنا في تغيير منظومة العصابات. نحن نريد أن يكون هناك مرحلة انتقالية حقيقية لكفاءات وطنية متشبعة بالروح الوطنية ولها كفاءات ولها قدرات على تسيير هذه المرحلة. نعم أخي سمير، لا يمكن أن يحارب الفساد في ظل هذه المنظومة. نحن لا نريد بن صالح ولا بدوي لأنهم جزء من منظومة العصابات، يعني كيف يمكن أن نحقق دولة القانون في ظل منظومة يعني عرفت بالفساد، عرفت بالظلم، عرفت بالملف. أستاذ عبد القادر يعني غازي، لكن النيابة العامة اليوم أصدرت بيانا تؤكد فيها أنها لا تتلقى أوامر من أحد، أنها لا تشتغل بالهاتف، لا تتلقى إيعاز كما ورد في البيان من أي جهة، وأنها تقوم بحق بواجبها بدورها في مكافحة الفساد. ما رأيك؟ والكل يعلم أن النيابة العامة والقضاء قبل 22 فبراير كان يتلقى أوامره، ولا ندري ما زال ولا ما زالش، المهم قبل ذلك كان يتلقى أوامره بالهاتف عبر الهاتف من جهات مختلفة. البعض يقول أن الأمر ما زال دار لقمان على حالها، فقد تغيرت الجهة التي تحمل الهاتف، كان بوتفليقة صارت أشخاص أخرى أو شخص آخر الآن. إذا كان يراد محاربة الفساد يجب محاربة الفساد من جذوره ومن أصوله. لماذا لم يتم القبض على سعيد بوتفليقة؟ نحن سمعنا بأن تم استدعاء ويحيى الذي أهان الشعب ونعته بالكلاب، هذه إهانة للشعب الجزائري. نحن هذه مراوغات وتحايلات يعني ظاهرة للعيان. نحن نريد أن تجسد أولا وقبل كل شيء دولة الحق والقانون، دولة مؤسسات، دولة فصل السلطات، دولة استقلالية القضاء. إذا كان الجيش الوطني الشعبي ممثلا في قيادة الأركان التي يتكلم باسمها القائد صالح،
عليه أن يرجع إلى إرادة الشعب. طيب. الشعب يريد دولة القانون، الشعب يريد رحيل منظومة العصابات، الشعب لا يريد لا بدوي لا بن صالح، الشعب يريد تجسيد دولة الحق والقانون عبر التراب الوطني. نعم سيد عبد القادر غازي ليختم معك وباختصار شديد لو سمحت، حدثني فقط، كنت سألتك في البداية أنت لم تجبني، عن الاستعداد لغدا جمعة العاشرة في مسار هذا الحراك. يا أخي الكريم، نحن عازمون وقد عقدنا العزم، ولن نتوانى ولن نتراجع عن مطالبنا. نحن نريد إقامة دولة القانون، نريد دولة الحق. نحن سنواصل المسيرة، وبهذه المناسبة أدعو وأطالب شبابنا الثبات ثم الثبات. نحن نطالب بمواصلة هذا الحراك السلمي الحضاري الراقي الذي أصبح مفخرة للشعب الجزائري وأصبح مثالا يحتذى به عبر العالم. نعم أخي الكريم، بشار هي قلعة من قلاع الحراك الوطني، وشبابها ورجالها ونساؤها وكل شرائح المجتمع في بشار هي تطالب وتوافق على دولة الحق والقانون، دولة العدل والمساواة، ثم محاسبة المفسدين والفاسدين الذين مر عليهم عقود وليس في الآونة الأخيرة. هناك اختلاسات وهناك نهب وهناك ظلم وهناك ملفات يعني ضخمة ستفتح لما تقام دولة الحق ودولة القانون. أما الآن فيجب إقامة هذه الدولة التي يطالب بها الشعب وهي دولة الحق والقانون. مادام ما كانش دولة الحق والقانون لا يمكن أن نحارب الفساد أو نقوم بتنمية أو نقوم بشيء آخر. أخي سليم، واضح جدا، شكرا لك أستاذ عبد القادر غازي الناشط الحقوقي، كنت معي من بشار، شكرا لك على المشاركة وعلى الإفادة. علي ضرار ناشط ميداني عبر الهاتف معي من الجزائر، ورحب بك مرة أخرى، وأسألك كناشط ميداني على ردة فعلكم أنتم كنشطاء في الميدان هناك على ما أوردته النيابة العامة من أنها تحارب الفساد وتقوم بواجبها وأنها لا تتلقى أي إعاز من أي جهة، ما ردك على هذا أستاذ علي؟ نعم السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله أخي وحيا جميع المستمعين. قبل أن أجيبك أخي الكريم عن سؤالك، أود أن أتكلم حول نقطتين في بشكل سريع جدا. الأولى وهي تقديم تعازينا الخالصة للأمة الإسلامية وجميع أحرار العالم والجزائريين والأسرة الثورية ومناضل الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأسرة الشيخ الطائر العلامة الشيخ عباسي مدني، لأن لا توجد في الحقيقة مصيبة في الدنيا أكبر من مصيبة الموت، لأن مصيبة الموت مؤلمة خاصة إذا كان الميت مات مظلوما، فإن الألم يكون مضاعفا وخاصة إذا كان الظلم سلط على الشيخ عباسي مدني من الذين ساهم الشيخ عباسي مدني في تحريرهم من الاستعمار، بل في تحريرهم من الاستعباد، لأن الذين ظلموه كانوا عبارة عن عبيد عند الفرنسيين. خالد نزار يوم كان الشيخ عباسي مدني يحارب الفرنسيين كان جنديا عند الفرنسيين، محمد العماري كان في لاباطاي دالجي في العاصمة يحارب، كلهم هؤلاء يعني. وفي نهاية الأمر المجاهدين يقتلون بطلقتين في الرأس كما شعباني رحمه الله، خيبر بالقاسم أيت أحمد رحمه الله يموت في المنفى، الشيخ عباسي مدني يموت في المنفى، والله آلام مضاعفة يعني. واليوم يزيدوا يحرموهم يخليوهاش يدفن كما يشاء وكما تشاء عائلته. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الجزائر. النقطة الثانية يا أخي التي أردت أن أتكلم إليها ووجدتها الآن طارئة أمامي وهي متعلقة بهذا الموضوع أيضا، يعني بعض الدول التي تتدخل بشكل سخيف في الشأن الجزائري يعني واستفزازي. يعني أتكلم كنت أشوف على العربية نت، احنا نسميوها العبرية هنا في الجزائر مش العربية يعني،
تحط منشور تقول بأن قائد العشرية الحمراء في الجزائر عباسي مدني مات. يعني مليح هذه الشماتة، هذه الناس في ألم وهم يشمتوا. على كل أستاذ علي هذا كلام ما يستحق حتى الذكر ولا الرد. واصل. لا نعم، ولكنني يعني أعبر يعني نعم. يعني شكون هو قائد العشرية؟ موشي خالد نزار، موشي الشيخ عباسي كان في السجن كي نط العشرية. موشي خالد نزار هو اللي راح لعندهم للسعودية بعد الأصل نتاع هذه القناة العربية هذه، وراح لتم وقال له ضرب الشعب الجزائري بالعصا. طيب هذا ما أردت أن أقوله يعني. صحيح. طيب خلينا نرجع للسؤال. نعم. الآن فيما يتعلق بتعليقكم أنتم كنشطاء ميدانيين، هذا يهمنا كثيرا، نسمع رأيكم على رد النيابة العامة. كيف تفاعلتم؟ ما هو تفسيرك لهذا البيان اللي صدر اليوم يعني قبل قليل؟ نعم ما رأيته. هو أي تفسير يعني أفسروه هذا التحرك تاع النيابة أفسروه مثل التحرك الموجود في الأرندي والأفالان. هذه الأفالان والأرندي والعدالة ومختلف الأجهزة تاع الدولة هي أجهزة في يد السلطات تستعملها من أجل تسوية حساباتها سواء السياسية أو الانتقامية أو أمر من هذا. يعني كيف الأفلان كانت تمشي غاية ما شاء الله، الأرندي كانت تمشي ما شاء الله، العدالة تمشي ما شاء الله، وفجأة ما بدأ تحرك من زعماء. هذه غير معقول. أقول لك الناس الآن تصفي حساباتها أطراف داخل السلطة التي تريد أن تركب الحراك وأن تحين نتائج الحراك لصالحها، وتظن أنها سوف تتغلب على الطرف الآخر في السلطة وتبدو وكأنها ناصرت الشعب، فلهذا يريدون تصفية الجناح الذي لا يوالي للقوة القوية الآن، الجهة القوية في السلطة في الحزبين الأفلان والأرندي، يحبوا يصفيهم يحطوا الموالين لهم، يستعملوا جهاز العدالة كذلك. يعني هو هي نفس السلسلة تقول أن هي عملية تصفية حسابات لا دخل لها بطلبية مطالب الشعب الجزائري. لا دخل لها ولا دخل لنا فيها، نحن نستنكر، نحن خارجنا لكي نقول لهم يتنحوا كاع. ما يربيونا، ما يديروش هذه تصفية الحسابات بيناتهم وكأنها مطالبنا أو كأنهم يستجابوا لمطالبنا. هذا أمر بيناتهم من المفروض لا يكون. إذا كانت هناك مشاكل يعني هذا الأفلان والأرندي من المفروض كي نتحروا يعاودوه، ما يديروا المؤتمرات نتاعهم ويجدوا انفسهم، ينحيوا المفسدين ويخيروا بيناتهم ويدخلوا اللعبه السياسيه وهم صافيين يا اخي، والناس يخيروا بين جميع الخيارات المطروحه. طيب العداله ايضا سيد علي تتحفظ. تفضل اخي. فيما يتعلق اود منك تعليق كذلك، اكيد ربما انت اطلعت على موقف المعارضه اللي اجتمعت اليوم وخرجت بدعوه لتشكيل او بقرار لتشكيل لجنه لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير مفتوح على الجميع لكافة النشطاء من أجل الوصول إلى خارطة طريق تخرج الجزائر من الأزمة. ما رأيك في هذا الكلام؟ وهل هذا ممكن الآن في هذه الظروف؟ أنا لا لا أنا سمعته الآن منك على كل حال لكي لا أزيد، ولكن حسب ما إذا كان قالوا الكلام كما هذا أظنه استجابة لخطاب القائد صالح الذي قال نحن ننتظر مقترحاتكم. يعني ربما اذا كان هكذا انا اربطها بذلك لان مازال. طيب استاذ علي ابقى معي، استاذ علي عذرا ابقى معي ساعود اليك. ينضم الي مشاهدي الكرام عبر الهاتف استاذ خالد مشعل القيادي في حركه المقاومه الاسلاميه حماس. مرحبا بك استاذ خالد مشعل، بهذه المناسبه الاليمه وفاه الشيخ الدكتور عباسي مدني، ما الذي يمكن ان تقوله لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله أخي الحبيب، ومن خلالكم أوجه خالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد الكبير الشيخ الدكتور عباسي مدني رحمه الله، إلى الشعب الجزائري العظيم، شعب المليون ونصف المليون شهيد، وإلى كل محبي الشيخ عباسي مدني و أنصاره في العالم العربي والإسلامي. هذه خسارة كبيرة لكنها مشيئة الله، إنك ميت وإنهم ميتون. لكل حياة ختام، وختام هذه الحياة الحافلة بالعلم والدعوة والجهاد
وخدمة الوطن والأمة، لقي ربه ثابتا على منهجه. عرفنا الشيخ عباسي مدني عن بعد يوم أن كان هو عنوان الحراك الشعبي في الجزائر في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، يوم رأينا الجزائر تنهض بشعبها وبانتخاباتها، ثم رأينا مواقفه هو وأنصاره نحو قضية فلسطين، وشاء الله أن يجمعنا بلد كريم على أرضه وهو قطر العزيزة. والتقيت بالشيخ عباس مدني لقاءات كثيرة، فرأيت خلقه وعلمه وفضله، رأيت غيرته على الجزائر وعلى شعبه، ورأيت اهتمامه بقضايا الأمة العربية والإسلامية، ورأيت عمق تفاعل وإيمان بقضية فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني، فكان قلبه كبيرا يتسع للجزائر ولفلسطين وللأمة. وهذا ليس غريبا على العلماء، فهم على خطى الأنبياء والمرسلين، وليس غريبا على الجزائر التي هي من الشعوب الاستثنائية في تفاعلها مع القضية الفلسطينية. نعم الشعوب العربية والإسلامية كلها مع فلسطين، ولكن الشعب الجزائري له نكهة خاصة رأيناها في كل المناسبات السياسية والجماهيرية بل الرياضية. فدائما الشعب الجزائري والرموز الجزائريون مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وهي لا شك أنها مظلومة. والشيخ عباسي مدني كان من القامات الكبيرة، يعني للأسف أنا اليوم هو خارج الدوحة في سفر ولم أتمكن من الصلاة على المرحوم العزيز، لكنني عزيت عائلته الكريمة وأسأل الله له الرحمة والمغفرة، أسأل الله أن يجزيه عن فلسطين وعن الجزائر وعن الأمة الإسلامية وعن العلم والعلماء خير الجزاء، وأفضى إلى رب كريم بعد حياة حافلة بالدعوة والعلم والعمل والجهاد. أسأل الله أن يجزيه عنا خيرا، وأسأل الله الخير لأهل الجزائر. اليوم الجزائر طول عمرها الجزائر تضرب المثل في جهادها وفي أدائها وفي حيوية شعبها. العزاء جميعا لكل الشعب الجزائري ولعائلة المرحوم الدكتور عباسي مدني، وشكرا لكم على استضافتي لأعبر عن مشاعري القلبية وعن قناعاتي بهذا الرجل، وتحية للجزائر من خلالكم وإلى كل أهلنا هناك، وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، سابقا كنت معي عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، بهذا أشكر ضيوفي الذين كانوا معي، وأخيرهم الأستاذ علي ضرار. أعتذر منك أستاذ علي لأن الوقت انتهى، والفرص إن شاء الله ستكون سانحة مرة أخرى. علي ضرار الناشط الميداني، وأشكر كذلك الأستاذ رؤوف ملال القيادي الذي انقطع الاتصال به قيادي النقابي. أشكركم أنتم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذا الجزء. سنذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لنتواصل معكم عبر باقي الزملاء. تفضلوا بالبقاء معنا.